صباح الخير خوتي، كي صبحتوا؟ لاباس، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد او فيديو جديد، ما نعاود لكمش انا ندير لكم هذا الفيديو، ولكن راني عيانه مساليه بين لي في وجهي في حالتي. غي شان نقول لكم، بغيت غير نسولكم واحد السؤال. واش حتى نتوما في حالي؟ انا ندير كل شيء، نخمل، نصيق، نطيب، نصيب الملاوي، نصيب الكاطو، كل شيء نصيبه، الا واحد الحاجه ما عنديش معاها يا خوتي، كنكرهها وكنديرها بزز عليا. شنو هي هاد الحاجه اللي ما كنحملش نديرها في داري، ما عنديش عليا نديرها، كنديرها بزمني، وبعض المرات كنميك عليها، كنقول صافي غير خليها، مالي على حالتي، واش انا نبقى نقابلها؟ لاني في الاصل ما كنبغيهاش، مع اني كان زعما كنجيبها كنوصلها حتى لتحت، كندير لها كاع المراحل كلها، كنجي لاخر مرحله وما كنحملش نصيبها. اشنا هي هادي؟ هي طويان الحوايج، ما عنديش مع طويان الحوايج. دابا غنوريكم بلاكار اللي كنحط فيه الحوايج ديال ولادي، ما شاء قلب مرون. دابا لقيتوني كنحيد حوايج الصيف ونرد ندير حوايج البرد، واني شهر دابا واني كنميك كنميك، كنقول حتى الغطه حتى بعد غطه، باقي الحال باقي الصيف. ودابا عرفتوا شحال في الشهر؟ دابا بقى لهم شي 3 أيام و40 يدخلوا المدرسه، واليوم تزيرت قلت صافي خاصني نعاود البلاكار. اكيد غتجيكم غريبه تقولوا كيفاش كاين شي حد ما يقادش البلاكار، وايه، ولكن كاين اللي ما عندوش مع طويل الحوايج، كل واحد وفين كيلقى راحته. انا طويل الحوايج ما عنديش معاه، كان طويل الحوايج ماشي ما كنطويهمش، ولكن كنطويهم غير بزز، ما كنطويهمش بواحد النشاط. المهم غادي نقلب الكاميرا وغادي نوريكم، غنشارك معكم البلاكار، غادي نوريكم بقلابة اللي في البلاكار، ومن بعد غادي نشارك معكم اللي غنطوي الحوايج. خليكم معايا، اعطوني الرأي ديالكم. هانتم صحاب انت نكذب عليكم، هانتم هانتم. دابا هاد الشي اللي كتشوفو هذا راه ولدي غير كيهز وكيخشي، هاد الشي خصني نعاود نعاوطو. ها هو كنحيد دابا هادشي كامل، حوايج مخلطين دابا ديال البرد مع ديال الصيف، ونعاود نعاود كلشي كيف كتشوفوا. هانتم حوايج، سراول، شي مطوي وشي خصو يطوى، المهم قرباله. هنا كاينه هاد الجهه وهاد الجهه، هذا كلها الجهه اللي فيها حوايج ولادي. ها مشى قلبه، كلشي خاصني نقادو. وعاد عندي الحوايج اللي صبنت وجمعت، حوايج اللي صبنت وجمعت عاوتاني كلهم خاصني نعاود نطويهم ونحطهم هنايا. ما عرفت فين حطيت الساروت اللي كان في يدي، يعني نمشي نوضرو. ايوا هيلا، المهم نقلب عليه من بعد. هنجبد هادشي كله 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 كله، هانتوما نجبد هادشي كامل. عافي خوي، كاين غير خوي بلاكار الحوايج. هانتوما قرباله باش نعاود نطوي كل شيء من جديد، ونقاد الحوايج اللي خصني نحيد، والحوايج اللي اللي خصني نخلي. اكيد الحوايج ديال الصيف، هانتوما شوفوا المايو، الحوايج ديال الصيف كله خصني نحيدهم. صافي انا خويت البلاكار، بقات هذيك البلاصه، هذيك البلاصه ديجا طويتها، درت فيها حوايج البرد، هما ديجا طويتهم، هما مطويين كيف تشوفوا، حوايج ديال البرد هادو، حوايج البرد حطيتهم هنا. وهنا غادي نستف الحوايج، وهذاك الفوق تندير فيه غير لي زور. كيف قلت لكم اخوتي، هنا كندير غير لي زور، جوايط الخدادي، المهم اي حاجه، بعد مرات الفاط حتى هما الفوطات كنحطهم تما. وهنا كنحط الحوايج اللي زايدين، كاين واحد البلاكار واحد اخر هنايا حتى هو تنحط فيه الحوايج، هو اللي كنت هزالو الساروت وراني جليتو في شي بلاصه، عاد غادي نقلب عليه. المهم هما الحوايج حيدتهم من البلاكار، وهادو حوايج ولدي حتى هما غادي نطويهم، وغادي نشارك معكم موراها كيفاش ملي غادي نعاود الحوايج ونستفهم، غادي نعاود نشارك معكم.
هاد البلاكار هو عندي خاوي ما فيه والو، هو هادشي تقريبا غير محطوط ما كنستعملوش استعمال دائم. خاوي عندي هاد البلاكار، غادي نحاول انني نقص فيه الحوايج ونديرهم هنايا. كيف كتشوفوا هو هذا البلاكار ديال الجهه الاخرى، نقادو هاد البلاكار. هاد اغلبيه هاد البلاكار كاع ما كنحلو، هذا حاطه فيه حوايج اللي ما كنستعملهمش استعمال يومي، حيت ما عنديش غير هاد البلاكار، عندي بلاكارات اخرين. المهم غادي نقاد هذا وغادي نقاد هذا وغادي نشارك معاكم. دابا غادي نطلع الفوق هاد البلاصه هادي، ها هي شتو عندي فيها هاد الحوايج، ماشي حوايج هادو لا ناب لي زور حتى هما، غادي نجبدهم هانتوما كتشوفوا باش نبدل لهم بلاصتهم، ندير لهم شي بلاصه اخرى نحطهم فيها. الصراحه راه عندي كلشي مخلط، ها لي زور وشحال وانا معكازة على هاد الشي، شحال وانا كنقول طيحت شحال وانا كنقول اليوم غدا بعد غدا نجبد هاد الشي. يالله جات نوبتو، هانتوما شوفو دابا دابا غندوز العشية غير فهاد الشي، غير فهاد البلاكار والو. هانتوما خواتي شتو جوية الخدا هادي، هاهوما جوية الخدا هادي. أنا خويت البلاكار كامل، دابا جي المرحلة ديال شوفو شوفو التليفون أش فين كيمشيو فلوسنا. هدا يلا شريناه، هدا قصتو قصة ولا لا نعاودها لكم بإختصار. هدا سامسونج شريناه للولد، يعني شحال نقولكم شي شهرين. ناض ولدي الصغير عنده 4 سنين، كانت ديك الساعه عنده 4 سنين او قل. ناض كان تيطلع كيلعب في كيتفرج في الميكيات وبغى يمشي للطواليط، مشى للطواليط وهو هاز التليفون وكيدابز باش هذا، وهو هاز التليفون تصدق مطيح التليفون في الطواليط ومشى وبقى التليفون تيعوم في داك الماء تيعوم، تمشى التليفون احنا فلوسو في البلاصه. المهم بين قوسين بغيت نعاود لكم وصافي. المهم ها نتوما معايا خوتي، دابا راني خويت البلاكار كيف شفتوا، ومن بعد غادي نجلس واحد الجليسه وغادي نبدا نطوي كل حاجه ونرد كل حاجه بلاصتها ونعاود كل حاجه حتى نسالي. يلا وها نتوما معايا، وهانا بديت نطوي الحوايج، كنقول نوجدهم دابا نطويهم ونعاودهم في الطبقه باش يبرد الحال ويحتاج شي حاجه بارده، فهمتي، عاد نبدا نقلب وعاد نبدا نجبدهم يكونوا واجدين. ها نتوما عزيز، واخا ما عنديش مع الطويان ولكن تنبغي داكشي يكون مقاد. نطولو حوايجو ونحطوهم دابا صافي واحد شويه ونودعوا الصيف ويجي البرد عاوتاني. بحال هادشي راه مؤمن لان عارفه طويل الحوايج وهادشي راه طالع علينا في الراس حنا العيالات. كي انا غير بغيت نشارك معاكم شويه من هادشي ديال الطويان وصافي، وما لا ما غاديش نشارك معاكم الطويان كله لانه غادي يجيكم الفيديو طويل وغادي يجيكم مؤمن، وانا ما بغيتوش يجيكم مومل. المهم غادي نستفاد الحوايج في البلاكار ومن بعد غادي نكمل ومن بعد نشارك معكم الفيديو مني طويت الحوايج كاملين، وخليكم معايا. وها انتم اخوتي واخيرا استفدت البلاكار اللي وريتكم مروان وعاودت الحوايج كيف تتشوفوا، قديت كلشي 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 كان مروان، دابا ها هو كلشي تقاد كيف كتشوفوا، هو كي جيتكم هانتم مستفى الحوايج كل حاجه بلاصتها. هانتم اخوتي وهانتم الجهه الاخرى حتى هي استفتها وقاديت كل شيء كيما عاودت كل شيء وقاديت كل شيء كي جيتكم. المهم انا شاركت معكم النتيجه النهائيه ديال ترتيب الملابس، يعني طويل الحوايج في الماريو او في البلاكار، هذه هي النتيجه النهائيه. واخا ما عنديش مع
طويه الحوايج، ولكن ولا بد ما نطويو الحوايج باش ننظمو، باش يكون عندنا النظام في كل حاجه. المهم خوتي، انا يعني شاركت معاكم بلاكار ديال وليداتي، كان مرون وعاودته. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، شكرا لكم، واللي شاف لي الفيديو دير لي اللايك واشترك في القناه. مرحبا بالجميع خوتي خواتاتي، خليتكم على خير وبسلام عليكم.